احنا كل شيء نقدمه لعلي ولكل اخوتنا الناجين فد شيء بسيط، نعم. بس احنا اكو فد هديه تذكاريه من نعم. قناه الايام الفضائيه نعم. نقدمها لحضراتكم. شكرا جزيلا، هذا فد شيء بسيط ان شاء الله يبقى للذكرى وعنونا به لانهم الامل، لان فعلا انتم الامل فعلا وانتم اللي قدمتم جدا ممتاز. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا يستحق الاكثر. الله يحفظكم ويبارك بكم ان شاء الله استاذنا الفاضل. الله يحفظكم ان شاء الله ويسلمك. طبعا مجزره سبايكر وما يخص مجزره سبايكر ما ممكن ان ينتهي بحلقه واحده ابد، لان اكو تفاصيل جدا عميقه وجدا طويله ولازم تنذكر، واكو معلومه جدا مهمه انسال بها على هل عشائر تكريت مشتركه بالمجزره؟ هذا دائما سالت انا هم الاستاذ عبد الرحمن اذا عندك فد شيء عليه. انا اقول اللي كانوا يسمون انفسهم ثوار العشائر قبل هم اللي مشتركين بالمجزره. شكو ثوار العشائر هم اللي هم مشتركين يعني جماعه المنصات اللي نتذكرها اللي قالوا نجي لبغداد هم ذول اللي مشتركين.